رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذه هي الحلقة 27 من الدورة التأهيرية للحياة الزوجية. لقد مررنا في هذه الدورة على مقدمات ما قبل الزواج، عن حكم الزواج ودعوة الإسلام إلى الزواج والتأهيل النفسي للمتزوجين ودوافع الزواج، ثم تحدثنا عن اختيار الزوج واختيار الزوجة، ثم مررنا إلى الخطبة، ثم العقد، ثم العرس، ثم الفترة بين العقد والعرس، ثم دخلنا إلى بيت الزوجية وتحدثنا عن حقوق الزوج وعن حقوق الزوجة، ومررنا على طرق تسعدين بها زوجك وطرق تسعد بها زوجتك، وتحدثنا ماذا يريد الرجل من زوجته وماذا تريد المرأة من زوجها، واستعرضنا نقاطا في حل المشاكل الزوجية، وأتينا في حلقتين مضتا على ميزانية الأسرة. الآن وصلنا إلى بحث مهم جدا وخطير جدا ودقيق جدا، ولا ينبغي لك أن تذهب إلى الزواج قبل أن تتعلم هذا البحث ومتعلقاته. عنوان البحث في هذه الحلقة والحلقة القادمة والتي تليها إن شاء الله: الطلاق. إن الذي يحلق بالطائرة ينبغي عليه أن يتعلم كيف يحلق بها ويقلع، وكيف يهبط بها وينزل. لا يجوز لطيار أن يتعلم الإقلاع ولا يتعلم الهبوط. الذي يتزوج ينبغي أن يتعلم ما يقتضيه الزواج، ويتعلم كيف يجري الطلاق، حتى لا يدخل هذا الباب إلا وهو مقرر أن يدخله. وفي الطرف قالوا إن رجلا كان يحب الطيران محبة شديدة، غير أن مؤهلاته العلمية والجسدية لا تخوله أن يقود طائرة، لكنه كان مغرما وكان ثريا مليئا، منيته في الحياة أن يطير بطائرة. حدث أن عرضت طائرات تجارية في الأسواق، وكانت تؤجر ليركب بها الركاب، وبعض الشركات أجرت بعض هذه الطائرات لمن يطير بها طيارا. فرح هذا الثري فرحا شديدا وقال: ممكن أن أستأجر طائرة لأطير بها؟ قالوا: نعم. ثم إنه واتاه الحظ، لكن لم يكن حظا جيدا، بأن إحدى الجرائد أو المجلات التخصصية عرضت فقرات بحثا في أحد أعدادها عنوانه: كيف تطير بالطائرة. فرح فرحا شديدا، لأن الطائرة التجارية صارت موجودة وبإمكانه أن يدفع الثمن ليقود هذه الطائرة، ثم إن هذه المجلة تحدثه كيف تطير بالطائرة. أخذ المجلة سريعا وذهب إلى الشركة ودفع الرقم المطلوب منه، ثم دخل إلى حجرة القيادة، فتح المجلة وبدأ يطبق تعليمات المجلة في إقلاع الطائرة. اضغط الزر على اليمين، حرك المقود الذي على اليسار، اضغط الزر رقم 2، حرك الزر رقم 3، اسحب المقبض الفلاني، ارفع المقبض الفلاني، وهو يتابع هذه المعلومات على
شاشة وساحة الطائرة. بالفعل تحركت الطائرة، كاد عقله أن يطير وصوابه أن يحلق، لأن الطائرة بدأت تتحرك وتابعت الحركة وتابع هذه التعليمات. ثم إن الطائرة قد طارت في الفضاء، لم يعطي سروره لأحد، لقد تحققت أمنية العمر وطارت الطائرة. صار يحلق يميناً ويساراً، ينظر إلى الجبال وإلى الوديان وإلى الأنهار وإلى الفيافي، وكم تمنى لو يشير لكل الناس بأنني لقد تحققت أمنيتي وطرت في هذه الطائرة. ساعة من الطيران والتحليق في الجو، غير أنه بعد ساعة أو ساعتين مل وأراد أن يهبط. قال: جيد، بما أنني طرت لابد أنني سأهبط. فتح هذه المجلة لينظر أين الهبوط، وإذا به يفاجأ أنهم كتبوا الهبوط في العدد القادم. بالطبع إذا كان الهبوط في العدد القادم لقد دمر هذا الإنسان. الذي يتزوج ينبغي أن يتعلم كيف يتزوج وكيف يطلق. التي تذهب نحو الزواج ينبغي عليها أن تتعلم كيف تتزوج وكيف تطلق، وإلا فإن تحطماً لهذه الطائرة وتحطماً لهذا المركب سيقع في هذا البيت. لذلك بحث اليوم والمحاضرة القادمة والحلقة التي تلي إن شاء الله هي أبحاث في الطلاق. بداية أيها الإخوة، إنني سأحدثكم في الطلاق في نقاط 10. النقطة الأولى في نصوص وأرقام في الطلاق. الطلاق أمر خطير جداً، الشرع أجازه لكنه نفر منه تنفيراً شديداً. وفي سنن أبي داود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقاً من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والله مهما تصدقت ومهما صلت ومهما صامت ومهما ركعت ومهما سجدت ومهما حجت ومهما اعتمرت، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم يقول حرام عليها رائحة الجنة، لأنها آذت هذا الزوج وآذت هذه الأسرة وخالفت سنة الله في أرضه. ربنا ما دام يريد أن يعمر هذا الكون جل جلاله فإنه يريد الناس أن يتزوجوا، فإذا أراد الله أن تقوم القيامة تحول الناس من الزواج إلى الطلاق، إما شباب لا يتزوجون وإما شباب يطلقون. وتقرؤون وتعلمون نصوصاً كثيرة في علامات يوم القيامة، لو استعرضتم علامات يوم القيامة لوجدتم عدداً منها يشير إلى تفكك الأسر وضياع هذه العلاقات الزوجية الجيدة. من علامات يوم القيامة أن الإبن يبر صديقه ويعق أباه، في إشارة إلى تفكك العلاقة الأسرية. من علامات يوم القيامة أنه يصير لكل 50 امرأة قيم واحد، في إشارة إلى أن الشباب لا يتزوجون، أو في إشارة إلى أن نساءً كثراً يطلقن فيرجعن إلى بيوت آبائهن، ويبقى الأب أو الأخ هو المسؤول عن 50 من النساء. في علامات يوم القيامة أن الأمة تلد ربتها، الأمة العبدة تلد ربتها، تلد سيدتها. قال بعض من شرح هذا الحديث: تصير البنت تأمر وتنهى أمها كأن البنت هي السيدة وكأن الأم هي العبدة عند هذه الفتاة، في إشارة إلى تقطع أواصر الأسرة. إنك إذا فككت الأسرة فهذه الأرض لا تستحق أن يعاش عليها، وجدير بهذه الأرض أن تقوم قيامتها. لذلك جعل الله تعالى من علامات يوم القيامة تفكك الأسرة، والطلاق من أوسع أبواب تفكك الأسرة. في عام 1951 كانت نسبة الطلاق في مدينة عربية 9%، 9 فاصل كسور، قل 9%.
في عام 1961 صارت نسبة الطلاق في تلك المدينة 19%، 19.كسور، قل 19%. في عام 1980 صارت نسبة الطلاق في تلك المدينة 30%. قبل أشهرين صارت نسبة الطلاق في تلك المدينة 49%. أتعلمون ما معنى 49% طلاق؟ يعني كل حالتين زواج واحدة منها تنتهي بطلاق. أتعلمون ما معنى أن ترد البنات إلى بيوت آبائهن وأمهاتهن طالقات؟ تبقى البنت بغير زوج والبنت بحاجة إلى رجل، ماذا ستفعل؟ يبقى الشاب بدون فتاة والشاب بحاجة إلى امرأة، ماذا سيفعل؟ يزداد الزنا، يزداد السفاح، ويقل النكاح، ومهما زاد السفاح فقد قل النكاح. لذلك أيها الإخوة، الطلاق مرعب. وفي مدينة نفطية وقبل شهر أو يزيد في إحصاء جديد وجدوا أن نسبة الطلاق 60%. 60%، هذا أمر يرعب جدا ويهدد المجتمعات. لئن كان الشرع أباح الطلاق فإنه لم يبح للإنسان أن يركب حموقته، ولم يبح للمرأة أن تركب حموقتها لتفتت الأسرة ولتهدم أركان المجتمع. العالم الغربي من زمن بعيد يئن لفقد الأسرة. فيا أيتها الأخوات، أرجوكن، كلنا نرجوكن، الأرض كلها ترجوكن، حافظوا على الأسر. يا أيها الإخوة، رجاء نتوسل إليكم، حافظوا على أسركم. نحن نريد أسرا تخلف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض، وإلا فإن الأرض ستحترق. وزيرة العائلات الألمانية قبل أشهر تسعة نادت الشعب الألماني على المحطة الأرضية الألمانية تقول، وبين معترضتين، لا تنسوا أن في ألمانيا وزارة للعائلات، تجاري وزارة النفط ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والخارجية. وزيرة العائلات الألمانية قبل هذه الأشهر التسعة أو يزيد قليلاً نادت الشعب الألماني عن طريق المحطة الأرضية هناك، قالت: أنا أرجوكم أن تتعلموا من هؤلاء المسلمين القادمين إلينا كيف ننشئ أسراً. وأستاذة جامعية أمريكية تدرس مادة تاريخ الأسرة، وبين معترضتين، في أمريكا الآن كليات وجامعات للأسرة، وهناك أساتذة برتب علمية عالية يدرسون الأسرة ونظام الأسرة وتاريخ الأسرة. قالت الأستاذة المسؤولة عن تاريخ الأسرة: يجب علينا أن نشجع شبابنا وأن نساعد شبابنا وأن نضغط على شبابنا حتى يشكلوا أسراً وينجبوا أطفالاً، حتى يرفدوا الشعب الأمريكي بجيل جديد، وإلا فإن أمريكا تحتضر. يا أيها المسلمون، يا أيتها المسلمات، نرجوكم، نرجوكن، نحن بحاجة إلى أسر تخلف سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض، وإلا فإن الأرض تحترق. نتابع الحديث عن الطلاق معكم بإذن الله تعالى، ولكن بعد الفاصل، فكونوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مرحبا بكم مرة ثانية في الحلقة 27 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ونحن نتحدث فيها عن بحث مهم وخطير ودقيق، إنه الطلاق. كنا تحدثنا قبل الفاصل عن نصوص وأرقام في الطلاق، ولا تنسوا أن في القرآن الكريم سورة نزلت من السماء سماها الله تعالى سورة الطلاق، ولست أجد في القرآن الكريم سورة اسمها سورة الزواج. في إشارة واضحة إلى خطورة أمر الطلاق وفي دقة هذا الأمر. الآن نقطة ثانية وهي مهمة جدا، وكل بحث الطلاق مهم، في تعريف الطلاق. كل شاب سيتزوج فليحفظ هذا التعريف، كل فتاة متزوجة احفظي هذا التعريف، لأن فيه إشارات قوية جداً إلى مستقبلك وسعادتك في حياتك الدنيا والآخرة.
الطلاق في اللغة هو حل القيد، تقول أطلقت الفرس من عقالها إذا حللت قيدها. الطلاق في اللغة حل القيد، وفي الاصطلاح في الشرع هو حل قيد النكاح بألفاظ مخصوصة. الآن هناك كلمة في هذا التعريف خطيرة جدا، كلمة القيد. الطلاق قيد يا أيتها الفتيات، أو الزواج قيد يا أيتها الفتيات، والطلاق حل هذا القيد. لا تحسبي أن الزواج حب وفقط، غرام وفقط، عشق وفقط، هيام وفقط، صبابة وفقط، وله وفقط، شغف وفقط. لا تصدقي هذه الأغاني، هذا جزء بسيط من الزواج، وإلا فإن الزواج قيد. هل أنت مستعدة لوضع القيد في يديك؟ وهل أنت أيها الشاب مستعد لوضع القيد في يديك؟ وما عليه، فلتضع هذا القيد لقاء أن تحلق وتطير إلى حضرة الله تعالى، ولك بهذا أجر كبير، والحرية أن تكون عبداً لله فتنضبط بأوامره، والعبودية أن تتحرر من كل قيد قيدك الله به لمصلحتك فتكون عبداً لكل شيء في هذه الحياة. الطلاق هو حل القيد. ما بتعرفوا أنه بالعامية لما بيلبس الخاتم بيقول لبس المحبس؟ وتشاهدون الآن في بعض صالات الأفراح يضعون قفصاً يدخل إليه العروس والعريس. نعم، الزواج قفص، والزواج محبس، والزواج قيد، ولا بد لكل فتاة أن تستعد لهذا القيد. قبل الزواج كنت تستيقظين متى شئت، وتنامين متى شئت، وتخرجين حيث شئت، وتخرجين متى شئت. بعد الزواج هذا ممنوع، لن تدخلي ولن تخرجي إلا بإذن الزوج، لن تستيقظي ولن تنامي إلا إذا اطمأننت على الأولاد، لأن الزواج قيد. ولا تظني أنه قيد سيء، هذا قيد يرفعك ويعلو بك. وإلا بدون زواج، فقد حدثتك عن المرأة الغربية التي كانت تعمل عاملة تنظيفات في مترو الأنفاق في تلك البلاد، أستاذة جامعية بريطانية، ليست مسلمة، لم ترد هذا القيد، كانت مدرسة في كلية الطب، وصلت إلى أعلى الرتب العلمية، الآن لها رتبة علمية في كلية الطب وتمارس عملها أيضاً، وصلت إلى سن التقاعد، أرادت الجامعة أن تكرمها، كانت تحظى طيلة حياتها بأوسمة وبمناصب عالية ورفيعة إدارية وعلمية، وكان يثنى عليها من الشرق ومن الغرب، الرجال والنساء يثنون عليها على علمها وأدبها الجم. الآن لما بلغت سن التقاعد أرادت الجامعة أن تكرمها، صنعوا لها في كلية الطب هناك حفلاً جمعوا لها الطالبات والطلاب، خطبت بهم وقالت: أيتها الطالبات يا بناتي، أرجو منكن ألا تفعلن مثل الذي فعلت، لقد حصلت على كل الرتب العلمية والإدارية التي من الممكن أن أحصل عليها، لكنني خسرت أغلى ما تملكه المرأة، خسرت ابناً يقول لي يا ماما، وخسرت زوجاً يحن لي وأحن إليه. يا أيتها الفتاة المسلمة، إذا كنت لا تريدين قيد الزواج فانظري إلى هذه التي بلغت أعلى الرتب ماذا جرى لها. الطلاق حل القيد، إياك أن تحلي هذا القيد، إن قيد الزواج يسمو بك إلى الله تعالى. يا أيها الزوج، يا شباب، إياكم أن تحلوا قيد الزواج، ابقوا متزوجين، لأنكم تحلقون إلى الله تعالى بخدمة هذه الزوجة وخدمة الأولاد. ولئن وجدت صعوبة في زواجك وما عليه، قل لي بربك، هل يوجد شيء في الحياة سهل؟ هل يوجد شيء في الحياة لا تتعب به؟ عملك أليس متعباً؟ نزهتك أليست متعبة؟ صحبتك مع أصحابك ألا تجد فيها مشقات؟ هذه هي الحياة،
الحياة حينا تكون جميلة وحينا تكون صعبة، حينا فيها يسر وحينا فيها عسر، ثم أنت ترقى إلى الله تعالى بعسرك وترقى إلى الله تعالى بيسرك. الزواج أو الطلاق بالتعريف هو حل القيد، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح حل قيد النكاح بألفاظ مخصوصة. الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قيلولة في الطلاق. هناك بحث في كتب المعاملات اسمه بحث الإقالة. الإقالة أن تشتري مني سلعة وبعد يوم أو يومين أنا أقبض الثمن وأنت تأخذ السلعة، بعد يومين أنت تندم فتأتي إلي فتقول: إذا سمحت يا أستاذ أقلني بيعتي، ممكن ترجع لي البضاعة؟ أنا ما برغب بهذه البضاعة، فأنا أرضى أخذ منك البضاعة وأرد لك الثمن. هذه اسمها إقالة أو قيلولة. عقد الطلاق لا قيلولة فيه، ما فيش رجعة، يعني أنت ما إن قلت زوجته أو زوجتك أو زوجتي طالق طلقت المرأة. لا تقل: والله أنا كنت طالح خلقي زعلان معلش غيرت رأيي، لا قيلولة في الطلاق. والله أنا ندمت، لا قيلولة في الطلاق. والله شفت حالي مغدور، لا قيلولة في الطلاق. المرأة بعد أن يطلقها الزوج تقول: الله يوفقكم، خلاص بوس إيدكم بس دعونا نرجع، لا قيلولة في الطلاق. تبكي، لا قيلولة في الطلاق. يغمى عليك، لا قيلولة في الطلاق. تؤخذين إلى المشفى إلى العناية المشددة، لا قيلولة في الطلاق. الأمر خطير أيتها الفتيات، لا تكسرنا هذا القيد ولا تحللنا هذا القيد. وأنتم يا شباب الأمر خطير جدا، التحليق بالطائرة خطر والهبوط بها أخطر. لا قيلولة في الطلاق، ولا يستسهل شاب الطلاق ولا تستسهل فتاة الطلاق. الآن لما عرفوا الزواج العلماء قالوا: الزواج عقد على التأبيد، يعني أنت عندما تزوجت ابنة هذا العم قلت له: زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله ومهر كذا وكذا بشهادة الشهود. هذا الزواج عقد على التأبيد، يعني هذا العقد مستمر حتى الموت. بعض العلماء قالوا: حتى مع الموت هي زوجتك، وإن القرآن الكريم يقول: إن زوجتك الصالحة ستذهب معك إلى الجنة. خلاص الزواج عقد على التأبيد، لماذا أنت تقطع هذا الزواج بالطلاق؟ هذه هي النقطة الثانية التي تتحدث في تعريف الطلاق. الآن أمر مهم أيضا، وكل حديث الطلاق مهم، أركان الطلاق. الصلاة لها أركان، النية ركن في الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة عند جمهور العلماء، الركوع ركن، القيام مع القدرة ركن، السجود ركن. طيب الآن الصوم له أركان، الإمساك عن الطعام ركن، النية ركن، الزمن ركن، الحج له أركان. طيب الطلاق ما أركانه؟ ركن واحد اللفظ، من قال زوجتي طالق انتهى الأمر، حل العقد وانكسر الإناء. يقول رجل: معقول؟ معقول بكلمة؟ أقول له: نعم. بالله عليكم، إذا كان هناك إنسان ليس مسلما كيف يدخل الإسلام؟ بكلمة: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنت منا ونحن منك. كيف يخرج الإنسان من الإسلام؟ بكلمة. قال العلماء: كل من سب الله تعالى والعياذ بالله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو ملكا من الملائكة أو شيئا مما علم من الدين بالضرورة، صلاة، صيام، حجاب، فقد خرج من الدين. كلمة. قل لي بربك كيف تزوجت؟ كلمة. قل لعمك زوجني ابنتك، يقول: قبلت، صارت المرأة حلالا. قل لي كيف تطلق؟ بكلمة. هذا الدين أراد أن يرفع الرجل والمرأة رفعة عالية، أراد أن يجعل كلمتك كلمة. وهذا ليس فقط أيها الإخوة في الدين، بل القوانين الوضعية الراقية هكذا تتعامل.
بل هذه هي الحياة. أحياناً يدك إنسان في سجن بكلمة، لو قال لهم أنا لا أريد أن أتكلم هذه الكلمة يقولون أنت تكلمت. وكم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان، أناس قتلوا من جراء كلمة. لذلك لا تقل والله أنا ما كان قصدي هيك حكيت كلمة، ما فيش ما كان قصدي، ما دمت تكلمت بطاء وأليف ولام وقاف متصلة وموجهة إلى زوجتك ذهبت المرأة، وأنت الذي حللت هذا القيد وكسرت هذا الإناء. أركان الطلاق ركن واحد هو اللفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. النكاح الزواج، قل زوجني زوجتك صارت الزواج، والطلاق بات معروفا، والرجعة أحيانا يطلق رجل زوجته هي في العدة يستطيع أن يردها إليه، أن يرجعها، يقول لها أرجعتك إلى عصمتي أو رددتك إلى عصمتي، هذه المرأة تعود زوجة. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. لماذا هذا التشدد؟ لأن الإسلام أراد أن لا يتلاعب الناس بالأعراض. الأعراض ليست مسرحية يعيث بها الفاسدون كيف شاءوا، ليست الأعراض أغنية تعرض فيها النساء كاسيات عاريات كما تعرض الأحذية في واجهات المحلات. النساء والأعراض ليست سلعة تباع بها الأمور أو تشترى بها الأمور. الدين جاء لحفظ العرض، والدين جاء لرعاية أنساب الناس، وإلا فإن الغرب والشرق يئن من جراء هتك الأعراض وسفك ماء الحياء على الأراضي حتى قلت حياتهم على هذه الأرض. يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، بحث الطلاق بحث مهم جداً لكل شاب ماض نحو الزواج، ولكل شاب متزوج، وهو مهم جدا لكل فتاة ذاهبة نحو الزواج، ولكل أم وزوجة متزوجة. نتابع الحديث عن الطلاق في الحلقة القادمة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. ألقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل، يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله.